والآن أبرز ما جاء في بعض الصحف اليوم. نبدأ من صحيفة الأخبار، حيث كتبت هيام القصيفي: قائد الجيش يطلق معركة التمديد والرئاسة. قبل شهرين من انتهاء ولايته، فتح قائد الجيش العماد جوزيف عون من دون أي لبس معركة التمديد لنفسه في منصبه. زيارته لبكركي الأسبوع الماضي بعد عودة البطريرك بشار الراعي من سفر طويل لم تكن لتهنئته بالسلامة، بل طلبا لحماية الراعي الذي أبدى تأييدا للتمديد لعون ورفض تعيين بديل منه، في تباين واضح مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي زار بكركي عشية زيارة قائد الجيش. وفي معلومات على جانب من الصدقية: لا تمانع واشنطن تعيين قائد جديد للجيش، وهي تفضل دوما الجانب الآمن في ملف حساس كموقع قيادة الجيش. وبحسب المعلومات نفسها، فإن واشنطن لم تكن مرة متمسكة بشخص قائد الجيش بقدر تمسكها بموقعه، وما دام أن أي ضابط سيتولى المسؤولية سيكون على تماس وتنسيق دائم معها، لن تتوقف المساعدات التي لا ترتبط بشخص القائد. أضف إلى ذلك ما تردد في واشنطن في الأشهر الأخيرة من كلام له صدى فاعل حول ملاحظات على أداء عون تحت وطأة سعيه إلى رئاسة الجمهورية، ولا سيما بعد المناورة العسكرية التي أجراها حزب الله في الجنوب في أيار الماضي، علما أن هناك في المقابل حملة لبنانية المنشأ بدأت في العاصمة الأمريكية تهول من مخاطر ترك قائد الجيش الحالي منصبه بحجة عدم وجود مخرج قانوني مناسب لتأمين بديل منه، وبأن خروجه سيتسبب بفوضى في المؤسسة. لم يقل حزب الله كلمته النهائية بعد، رغم أنه أساسا رفض التعيينات سابقا في مجلس الوزراء فيما يتعلق بالحاكمية وبالأمن العام، لكنه في هذه المرحلة التي تلوح فيها مخاطر حرب غزة لا يريد الضغط على حلفائه المسيحيين وفتح باب الخلافات مجددا مع التيار الوطني الحر الذي وقف إلى جانبه، أو مع تيار المردة، وتبعا لذلك لن يوافق على التمديد لعون من دون رضا التيار، وهو في المقابل لا يريد مشكلة إضافية مع المسيحيين. وهنا ثمت كلام عن أنه سيقف إلى جانب بكركي إذا وقفت الأخيرة موقفا واضحا مما يجري في غزة، وغادرت الحيادة البطريركي إلى تسمية الأشياء بأسمائها، ما يفتح حينها عند كل الأفرقاء باب البازار والأثمان السياسية، ويجعل الأسابيع المقبلة محكا لصلابة التحالفات والتعهدات. ننتقل إلى الجمهورية. ماذا كتب اليوم عماد مرمل؟ عنوانه: أين الحزب من الحرب الكبرى؟ ماذا في التفاصيل؟ لماذا لم يبادر الحزب منذ الأيام الأولى للعدوان إلى الانخراط الكامل في الحرب وفتح جبهة الجنوب على مصراعيها كما كان يتمنى بعض المناصرين له وكذلك المزايدين عليه؟ يعود إلى أسباب عدة، من أهمها أن مثل هذا القرار المصري لا يتخذ بشكل مرتجل أو من باب فشة الخلق، لا سيما أن عملية طوفان الأقصى لم تكن منسقة مع الحزب وحتى أنه لم يكن على علم مسبق بها. ومن المفيد الإشارة في هذا السياق إلى أن السيد نصر الله لفت في خطابه الأخير إلى أن معركتنا لم تصل إلى مرحلة الانتصار بالضربة القاضية، وما زلنا نحتاج إلى وقت، ولكننا ننتصر بالنقاط، ما يفضي إلى الاستنتاج بأن الحرب الحالية لن تكون نهاية المطاف، بل هي محطة إضافية ولو نوعية ومتقدمة في مسار تراكمي. لا يعني ذلك أن فرضية التدحرج إلى المواجهة الشاملة سقطت، وربما استعادة مجريات سيناريو تدخل الحزب في الحرب السورية تسهل محاكاة سلوكه حيال الحرب الإسرائيلية على غزة. في المراحل الأولى من الصراع في سوريا ارتأى أن يكتفي بالمراقبة، إلا أنه عندما شعر أن خطرا استراتيجيا بات يهدد موقعها سارع إلى الانخراط بكل ثقله في قتال استباقي. وراهنا لم يجد الحزب بعد داعيا لتوسيع حجم مشاركته في المواجهة نحو الحرب المفتوحة ما دامت حماس صامدة وقادرة على استنزاف الإسرائيلي، ولكن متى يتبين له أنها ستكون عرضة لتهديد وجودي حقيقي فإن حساباته ستتغير، لأن أي شطب لها من المعادلة سيصيب المحور في الصميم وسيمهد للاستدارة نحو المقاومة في لبنان بعد حين. ننتقل إلى نداء الوطن، حيث عنونت لليوم غادة حلاوي احتمالات أو ثلاثة احتمالات لقيادة الجيش أبرزها تأجيل التسريح. خلال زيارته عين التيني، بادر رئيس مجلس النواب نبيه بري ضيفه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالقول: يريدون التمديد لقائد الجيش. فسأله باسيل: لماذا؟
فعاجله بري بالقول ضاحكا إن كيفك. ثلاثة احتمالات قيد التداول حاليا فيما يتعلق بمصير قائد الجيش. الأول أن يتخذ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قرارا بتأجيل تسريحه. الثاني أن يقرر وزير الدفاع الطلب من مجلس الوزراء تعيين قائد للجيش بالوكالة ورئيس أركان بالوكالة، فيتم الاختيار إما بحسب التراتبية الوظيفية أو خلاف ذلك على أن يكون التعيين حتى تعيين الأصيل. الثالث أن يتم الاتفاق بين كل مكونات الحكومة على عقد جلسة حكومية في حضور كل الوزراء، ويتم تعيين قائد جيش ورئيس أركان بعد توقيعهم مجتمعين. حل لا يعارضه التيار الوطني الحر لأنه يستكمل شروط مشاركته في الحكومة، أي توقيع 24 وزيرا مقابل توقيع رئيس الجمهورية على قرار تعيين البديل، لكنه لا يرضي ميقاتي بطبيعة الحال كونه متوجس من فكرة توقيع 24 وزيرا ويرفض تسليف باسيل اختيار اسم القائد الجديد، ويميل ضمنا إلى التمديد للقائد الحالي. قالت مصادر وزارية إن بت الملف مؤجل في الوقت الراهن، كاشفة أن العمل جار على تخريج بموافقة المعترضين أو التغاضي عن رأيهم. مصادر سياسية أخرى قالت أن الاتجاه الغالب هو صوب التمديد لاستحالة ترك المؤسسة العسكرية بلا قائد في ظل الظرف الراهن، ومن يدري ربما يوافق الطيار على هكذا اقتراح كحل وسطي. وفي حين ألمحت مصادر سياسية إلى أن حزب الله كان أبلغ ميقاتي رفضه اقتراح تأجيل التسريح، أكدت مصادر مطلعة على موقفه أن الحزب لا يمانع في التمديد، خاصة أن الفترة المطروحة هي 6 أشهر لا أكثر، والمرجح أن يمضي حزب الله بالموافقة على تأجيل التسريع باعتباره الاقتراح الأسلم في الوقت الحاضر في ظل وضع أمني متوتر جنوبا ومفتوح على كل الاحتمالات، ما يجعل من غير الممكن إبقاء المؤسسة العسكرية بلا قائد. مشاهدينا، نبقى ضمن المواضيع المحلية والعربية. غدا الإطلالة الثانية لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله بعد عملية طوفان الأقصى، ماذا ستتضمن؟ ماذا عن القمة العربية غدا أيضا؟ وهل سنتجه إلى التصعيد بعد كلام وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان بالأمس؟ ينضم إلينا الأستاذ في العلوم السياسية الشيخ صادق النابلسي. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. مرحبا بك معنا. لنبدأ بكلام وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بالأمس، الذي قال أنه نظرا لتزايد حدة الحرب في غزة أصبح توسيع نطاق الحرب أمرا لا مفر منه. هل توسيع نطاق الحرب هنا أيضا يعني توسيع نطاق الحرب في الجنوب اللبناني، وبالتالي تصاعد لعمليات الحزب في الجنوب؟ يعني دعيني أقول في البداية أنه نحن عند نقطة التقاطع الحرجة بين خط الحرب الشاملة وخط الهدنة وتوقف العدوان. حتى هذه اللحظة الاعتداءات المتمادية يمكنها أن تؤدي إلى انزلاق الأوضاع إلى مستوى جديد من التدهور، لكن علينا أن ننتظر أيضا طبيعة الوقائع التي تجري في غزة، وأيضا السلوك الميداني من جهة العدو الإسرائيلي. حتى هذه اللحظة سماحة السيد لم يعلن شيئا جديدا، وتبقى الأمور على ما هي عليه، ولكن احتمالية أن تتصاعد الأمور، خصوصا أن هناك الكثير من العناصر المفاجئة التي تتحرك في ظل هذه المعارك وهذه الحرب. أعتقد أنه سماحة السيد يتقن إدارة المعركة وإدارة التصعيد والارتقاء بالتصعيد إن اقتضى الأمر. المعادلة الحالية هي معادلة النار بالنار، وهذه المعادلة باقية. يعني في خطابه الأول سماحة السيد أظهر براعة وحرفية عالية في مراوغة العدو، نجح بإبراز قوة المقاومة، النيل من استراتيجية العدو، التأثير على معنوياته، وأيضا قذف رسائل الرعب باتجاه الأمريكيين لإبطال وإفساد خططهم من دون الاضطرار إلى المواجهة المباشرة والمفتوحة كما كان يتوقع الكثيرين. لذلك سماحة السيد اليوم فهموا للسياق السياسي والاستراتيجي الذي تدور فيه المعارك حاليا، قدرته على إيجاد التوازن بين العناصر السياسية المحلية والعربية، وأيضا بين الأهداف الاستراتيجية والتكتيكية. كل ذلك يعني يصيب أمريكا وإسرائيل بالشلل الاستراتيجي،
ولذلك لم يعد هناك نية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بتوسيع العدوان، وكل الجهد الآن يتركز على كيفية الخروج من هذه المعركة بأقل الخسائر الممكنة. إذن ضربات حزب الله المتواصلة على الجبهة الشمالية لفلسطين تؤدي إلى اهتزاز البنية الاستراتيجية والعسكرية والأمنية للعدو الإسرائيلي، وتغير من توجهات العدو وحتى من خطط الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن كما قال سماحة السيد أنه الآن ليس وقت الضربة القاضية، وبالتالي استمرار العمليات العسكرية على هذا النحو هو الذي سيؤدي إلى تغييرات محورية في الاتجاهات السياسية وحتى الاستراتيجية، وهذا ما يتوقعه الكثيرون. لكن أعيد وأكرر أنه في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه، سماحة السيد قال أنه الاحتمالات مفتوحة، ولن نكتفي بهذا القدر من الرد، ربما يعني نذهب إلى تصعيد آخر، ولكن السيد لوحده هو من يدرك ساعة الحرب ومتى ساعة إبقاء الوضع على ما هو عليه من هذا الاشتباك اليومي الذي يستنزف القدرات الإسرائيلية. الأهم من كل ذلك أنه القيادة الإسرائيلية هي أمام معرفة أنها لا يمكن أن تغامر بفتح الجبهة مع حزب الله، تدرك أن دون هذا الأمر الكثير من الصعوبات، وتعرف اليوم أن سماحة السيد تهديداته قابلة للتنفيذ. عندما يقول الاحتمالات مفتوحة يعني أي تهديد هو قابل للتنفيذ في أي لحظة، وهذا ما يزيد قلق الإسرائيليين وقلق الإدارة الأمريكية التي أرسلت الكثير من الموفدين وأجرت الكثير من الاتصالات لئلا تتمدد وتتوسع دائرة الحرب. نعم، أقر الإعلام العبري بتصاعد عمليات حزب الله، خاصة بعد الخطاب الأول للسيد حسن نصر الله الجمعة الماضي. غدا نحن بانتظار الخطاب الثاني له بعد طوفان الأقصى. ما الجديد الذي سيحمله في هذا الخطاب؟ يعني كلامه الأول كان في ذروة العقل والقوة، وأعتقد أنه كلامه الثاني وخطابه الثاني أيضا سيكون في ذروة العقل والقوة. سماحة السيد كان يتكلم وفي ذهنه كل الوقائع على مستوى المنطقة وظروف التي يعيشها اللبنانيون، ولذلك هذا المستوى من المواجهة كان بغرض حماية لبنان، وهو الذي قال أنه الدفاع بهذا المستوى هو مصلحة لبنانية. لكن لا نعلم حركة الرياح في المنطقة كيف ستجري، لذلك يعني اليوم يتكلم الأمريكيون مع بعض المسؤولين اللبنانيين من أجل أن يعرفوا المستوى الذي يمكن أن يذهب إليه حزب الله، ولكن حزب الله كان مصرا على لسان سماحة الأمين العام أن الغموض البناء هو الذي يحكم المرحلة المقبلة، ولا يمكن لحزب الله أن يكشف أوراقه العسكرية وما يخطط وما هي نواياه فيما يتعلق بالعدو. لكن هناك أمران حاكمان على طبيعة التصعيد. الأمر الأول هو الوقائع الميدانية داخل غزة والتطور العسكري الذي يمكن أن يحدث هناك، والأمر الثاني هو السلوك الإسرائيلي تجاه لبنان. فالتحرك أي من الوقائع في غير الإطار والاتجاه الذي يمكن أن تستقر عليه سيؤدي فعليا إلى تغير الأوضاع، وبالتالي أن ننزلق إلى يعني ظروف مختلفة عن الظروف الحالية. نعم، استبق حزب الله القمة العربية التي ستعقد غدا بمهاجمته ما قد يصدر عنها، معتبرا على لسان عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق أن شعب فلسطين لا يراهن على القمة العربية، إنما يراهن على استراتيجية المقاومة وصواريخ المقاومين في غزة، في وقت يتوجه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للمشاركة في القمة وتقديم خطة سلام. يعني كيف تقرأ هذا التناقض؟ لا شك يعني القمم العربية تاريخيا لم تؤدي إلى أي قوة على المستوى العربي، بل
أبقت الظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في حالة من الضعف. العرب اليوم في عمق القاع وحياتهم السياسية والأمنية متدهورة للغاية، وبالتالي لا يمكن أن يتوقع من القمة العربية الشيء الكثير. كل ما نريده نحن كشعوب عربية أن ترتقي بيانات القمة العربية إلى مستوى التأثير النفسي والتأثير السياسي على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف العدوان على غزة. يعني هذا أقصى ما يطمح إليه الإنسان العربي. أما أن يعني نرى مواقف تصعيدية من قبل الدول العربية، نحن لاحظنا منذ العدوان على غزة لا يوجد هناك خطوة لوقف العدوان، بل بالعكس من ذلك كأنهم ينظرون بعيون خشبية إلى كل الدمار وإلى كل القتل وإلى كل الإبادة. لا أحد فعليا من الأنظمة العربية وخصوصا من أنظمة التطبيع يكترث للواقع المأساوي في غزة، لأطفال غزة حين يتحولون إلى أشلاء، ولا أحد يكترث إلى المنازل التي تحولت إلى ركام، ولا أحد يريد للمقاومة الفلسطينية أن تستمر وأن تصمد، بل بالعكس من ذلك وجدنا الكثير من الأنظمة العربية تضغط على المقاومة الفلسطينية لتعلن هزيمتها، وتضغط على الشعب الفلسطيني بالحصار ليستسلم وليقبل بالشروط التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. هذا الأمر غير مقبول فعلا. إن كان هناك من ضمير عربي ما زال حيا، يجب أن يضغط على الرؤساء العرب ويستصرخهم لرفع مستوى التصعيد ومستوى العمل والإجراءات من أجل إنقاذ غزة على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري. نحن بحاجة إلى أفعال، لسنا بحاجة إلى أقوال فقط. الأقوال مفيدة، ولكن نحن بحاجة إلى أفعال، لأن ما يحصل لفلسطين وما يحصل لغزة هو أمر كارثي، وبالتالي هذا الأمر سينعكس على كل العرب. إن خسرت غزة سيخسر العرب، إن ضعفت غزة سيضعف العرب، والحصار على غزة مقدمة لحصار بقية الدول العربية، وتدمير غزة مقدمة لتدمير بقية الدول العربية. وهذه أدبيات الصهاينة، هم من يتحدثون بلسان واضح بأنهم في حال فازوا في غزة سيتجهون إلى الدول العربية لإحداث الفتن فيها ولتدميرها، لأنهم يعتبرون أن كل هذه المنطقة هي منطقة يجب أن تخضع للإله الإسرائيلي. الأستاذ في العلوم السياسية الشيخ صادق النابلسي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.